عبقرة العائلات الموسم الرابع، مباراة جميلة ومتكافئة في دور ال 16، وهفكركم بالنتيجة. عائلة كوستانتي شبرا مصر القاهرة 70، عائلة السباعي محرم بك اسكندرية 65. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. جونير وعبد الرحمن، عبد الرحمن وجونير. عبد الرحمن انت اللي هتبتدي الاول، جونير اتفضلي هتسمعي اغنيه وترجعي لنا تاني. حد دربك عبد الرحمن؟ اتفضل هنا. حد دربك؟ لا. حدش دربك خالص؟ احنا اتفاجئنا بالحوار ده النهارده اصلا. على اساس ان باباك هينزل كل مره يعني ولا يا سلام؟ اتفاجئنا بيه النهارده. لا 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 لا، نفس المفاجاه. نفس المفاجاه برضو. لا دي مش مفاجاه، لو انتوا متابعين عبقره العائلات المفروض تكونوا عارفين كل مرة حد بيتغير، وفي المدارس نفس الحكاية، وفي الجامعات احنا نظام. تمام. نظام ما بيختلفش عليه اتنين. انا قلت اخد الخطوة وهنزل انا. برافو عليك بطل. الأسئلة مش صعبة، ما تقلقش جونير. تمام، سعيدة جدا. هتيجي مكانك حالا، ما تقلقش. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة النمسا؟ فيينا. صح. في أي من دول أمريكا الشمالية تقع بحيرة الدب العظيم؟ كندا. صح. في عهد أي من ملوك مصر القديمة تم بناء الهرم الأكبر؟ خوفو. صح. من قامت بدور علا في مسلسل عايز أتجوز؟ هند صبري. صح. وهو لون النجوم على علم دولة أستراليا؟ أبيض. صح. كم عدد حروف كلمة محافظات؟ 9. غلط. ما هي جنسية الأديب العالمي توماس هاردي؟ إنجلترا. بريطاني. صح. أواخر الشتاء هي أغنية الفنانة اللبنانية، فمن هي؟ إليسا. صح. في أي رياضة قتالية يحترف البطل المصري محمد كيشو؟ كونغ فو. غلط. من هو المصري؟ برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. تعال هنا، تعال هنا، انت رايح فين؟ هنا هنا مكانك. برافو عليك. 7 إجابات صح من 9 من غير تدريب. انت بتخدعنا بقى. عايز اقول لك على حاجه، الكبار ما بيعرفوش يحلوا 7 من 9. بعدين محافظات يا راجل. لا انا كنت مستعجل. يا راجل مستعجل ليه؟ دي تتجاوب صح على طول، ولكن برافو عليك. سليم، عايزين جونير تنضم لينا. هنشوف جونير موقفها بقى صعب. واضح ان انت متاثر قوي بالخمس نقط اللي انت خسرتهم. تعالي مكان جونير. عايز تعرفي ايه اللي حصل مع عبد الرحمن ولا لا؟ لا خالص. خالص؟ لا. طيب انا هقول لك معلومه واحده بس، انا قلت 9 اسئله من 10. الاسئله سهله مش صعبه، فما تقلقيش. محتاجه ايه طيب؟ ولا محتاجه تركيز وهدوء. يعني عبد الرحمن كان عنده ثبات انفعالي فعارف يجاوب. انت كمان لعيبه شطرنج محترفه. انا تحت الضغط اصلا. بالظبط كده، يعني انتوا عندكم كاونتر كل ثواني يعني. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة النمسا؟ باس. في أي من دول أمريكا الشمالية تقع بحيرة الدب العظيم؟ كندا. صح. في عهد أي من ملوك مصر القديمة تم بناء الهرم الأكبر؟ خوفو. صح. من قامت بدور علا في مسلسل عايز أتجوز؟ هند صبري. صح. ما هو لون النجوم على علم دولة أستراليا؟ أزرق. غلط. كم عدد حروف كلمة محافظات؟ باس. ما هي جنسية الأديب العالمي توماس هاردي؟ إنجلترا. صح. أواخر الشتاء هي أغنية الفنانة اللبنانية، فمن هي؟ باس. في أي رياضة قتالية يحترف البطل المصري محمد كيشو؟ تايكوندو. غلط. من هو المصري الوحيد الذي تولى منصب أمين عام الأمم المتحدة؟ بطرس غالي. للأسف الشديد الإجابة الأخرانية دي بعد الكاونتر. بذمتك مش عارفة محمد كيشو بيلعب ايه وانتي الرياضيه؟ نسيت، ضايعه خالص. بعدين محافظات انت عديتي وقفتي، ما يعني انت وصلتي لغايه 5 بعدين ما رديتيش تقومي 7. يلا تعالي مكاني. كم اجابه صح؟ لا مش عارف. 4 اجابات صحيحه من 10، لان السؤال الاخير انت جاوبتيه صح ولكن للاسف الشديد كان خارج ال 45 ثانيه. مش وحش، ولكن في رأيي كان في إجابتين كان في أحسن. 7 إجابات صحيحة لعبد الرحمن و4 إجابات صحيحة من جونير. برافو عليكم انتوا الاثنين، انتوا الاثنين برافو عليكم، برافو عليكم.
تعال نشوف الاسئله اللي ما تجاوبتش. كم عدد حروف كلمه محافظات؟ سبعه. انت وصلت لغايه خمسه وقفتي. نعم. هم سبعه. وقت كتير. كنت قربتي. السؤال التاسع، في اي رياضه قتاليه يحترف البطل المصري محمد كيشو؟ ده بطل اولمبي، صح ولا غلط؟ في المصارعه الرومانيه. السؤال العاشر، طبعا انت جاوبتي صح. من هو المصري الوحيد الذي تولى منصب امين عام الامم المتحده حتى عام 2021؟ هو فعلا بطرس غالي. كلنا نحيي جونيور وعبد الرحمن. عبد الرحمن وجونيور تفضل. النتيجه اتغيرت. جونيور كنتوا كام؟ 70. 70 واربع اجابات صح، ب 20 نقطه، بقيتوا 90. عبد الرحمن كنتوا كام؟ كنا 65. 65 وكم اجابه صح؟ 7. 35 نقطة و10 نقط هدية من جونيور. قلت لها شكرا ولا لا؟ شكرا. ايوه. بقت النتيجة 110 عيلة السباعي. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لعيلة واحدة بس، أول اتنين ماثيو والأمير، الأمير وماثيو. 90 و25 كام يا ماثيو؟ 115. لو قدرات ذهنيه كنت اتزنقت انت دلوقتي. 110 25 135. مع ان ماثيو خطف سؤال قدرات ذهنيه من باباك. تحلل حد. لا لا لا، خطفه منك. لا لا، كان اسرع منك فعلا. وماثيو عنده 13 سنه. وبرافو عليك يا ماثيو. برافو عليك يا ماثيو. السؤال الاول، رياضه، من هو الفرنسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم أوروبا عام 2000؟ مفكرتش. سجل هدفين في البطولة. مين؟ تريزيجيه. تريزيجيه كان في البطولة وعمل أداء قوي جدا، ولكن ما كانش أفضل لاعب. إجابة خاطئة. فازت فرنسا في النهائي على إيطاليا 2-1. تفتكر مين؟ هنري. لا ولا هنري. مش زيدان. هو زين الدين زيدان. تخيل بقى، اللي اكيد مش زيدان هو زين الدين زيدان. هارد لك، تفضل. استاذ ماجد ومهندس مروان. مهندس مروان واستاذ ماجد. هنكتب. صغير. بنحاول نردها يا باشمهندس. بنحاول. معطلهم شويه. لا خليك الناحيه دي عشان محدش يشوف. ايوه جد. طبعا مدام رشا معانا كالعاده. ومدام نانسي معانا كالعاده. السؤال الثاني، معلومات عائليه، اول مكان خرجت فيه بعد الجواز، ومش زياره عائليه، أول مكان خرجت فيه بعد الجواز، اسم المكان إيه؟ بعد الجواز أول خروجة. ده جواب، أنت بتكتب جواب. خدنا الإجابتين. مدام نانسي، رحنا فندق في الغردقة. اسمه إيه؟ اللي في الزمالك. اللي في الزمالك اللي هو إيه؟ أصل إحنا ممكن نعتبر إن فندق صح، بقى هي دي مشكلة. هو الفندق اللي في الزمالك، بقول الزمالك. ايوه صح، ما هو صح. بس مش فاكره اسمه. ماريوت. ماريوت، فندق ماريوت في الغردقه فعلا. برافو عليك، كويس انك افتكرت. الحمد لله. هتحسن المشكله في البيت النهارده. لا المشكله هتبقى هنا. مدام رشا ربنا يستر. عايز اقول لك حاجه. اتفضل. ده كان ممكن يرسم لي الترابيزه. فين بقى؟ بالنسبة لي أنا رحنا اسكندرية، منطقة 6 أكتوبر، شاطئ النخيل. قعدنا هناك عشان كان قعدنا شهر أو فترة كبيرة قوي، فعشان كده الموضوع بالنسبة لي مش ناسياه. يا مدام رشا أنت غاوية مشاكل. هو ده اللي حصل. غاوية مشاكل. هو ده اللي حصل. يا مدام رشا يعني تنسي تاريخ الجواز، والمهندس مروان حافظه باليوم بالثانية، وبعد كده نسأل على المكان. مش معقولة. أصل هو أخدني شهر. فكان 30 يوم. بيقول لك برافو عليك.
شاطئ النخيل. هو فعلا فعلا شاطئ النخيل في اسكندريه. الحمد لله الحمد لله اتصلحنا كده كده اتصلحنا الحمد لله. اتفضلوا. هدف لكل عيله. عيله كوستانديا سنتو مش عارفين اللي حصل المره اللي فاتت، سالنا على تاريخ الجواز ومدام رشا نسيت. عاده الراجل هو اللي بينسى، هي اللي المره دي نسيت، ولكن المره دي لا رد خلاص اتفق. هدف مقابل هدف. والسؤال اللي جاي بقى مهم جدا، السؤال اللي جاي سؤال مش صعب، محتاج شويه تركيز لان انا اعتقد ان احنا كلنا شفنا الفيلم ده. السؤال الثالث، فنون، من هو الفنان الراحل الذي قام بدور الوزير جعفر في فيلم المماليك؟ كان بطولة عمر الشريف ونبيل عبيد وحسين رياض وصلاح شاهين وأمينة رزق. مين اللي عمل دور الوزير جعفر؟ صلاح ذو الفقار. صلاح ذو الفقار إجابة خاطئة، ما كانش في الفيلم، كان في الناصر صلاح الدين. صح. ما فيش إجابة. اللي هو بدير. حد عارف الإجابة؟ عماد حمدي مثلا. أيوة برافو عليك برافو عليك، هو فعلا عماد حمدي. سيناريو وحوار عبد الحي أديب، تفضلوا، وإخراج عاطف سالم، جونير وعبد الرحمن، عبد الرحمن وجونير. سؤال بخمسة وعشرين نقطة وروح رياضية. لو الإجابة صح 90 و25 كام؟ 115 125 135 135. لو الإجابة غلط يبقى في الحالة دي هنلعب على الهدف الذهبي، بس أنا إحساسي بيقول إن حد فيكو هيجاوب صح وحد فيكو هيجاوب غلط. خلينا نشوف. السؤال الرابع، جغرافيا، في أي محيط تقع جزر بيتكارن؟ بيتكارن مساحة الجزر حوالي 50 كيلومتر مربع. الهادي. المستعمرة البريطانية الوحيدة في المحيط الهادي. الهدف الثالث. برافو عليك عبد الرحمن، وهارد لك يا جونير، هارد لك. نتيجة في نهاية الفقرة 135 عائلة السباعي 90 عائلة كوستاندي. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 90 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 135,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 337,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر.